عندي هنا من الإمارات إمام مسجد بيتعامل مع المصلين من دول أجنبية، يعني ناطقين باللغة الإنجليزية، فبيقول لك كده نفسه يقوي اللغة عشان يتعامل معهم. حلو قوي، جميل جدا، وطبعا تشرفني في كورساتي وأقول لك الموضوع ماشي إزاي. طبعا الإمارات إنجليزي، يعني كله إنجليزي، فهو بيصلي خلف مراكز القوة في الدولة اللي هي الإمارات، بالإضافة طبعا إن عايز يقوي اللغة الإنجليزية، فبيقول كده كل ذي علم عليم ودي العيش لخبازه. أنا هاخدك تعمل اللي أنا عايزه، يعني تمشي ورا التعليمات بتاعتي، هطلعك تعمل اللي أقولك عليه، هتذاكر بالطريقة اللي أنا أقولك عليها، هطلعك من جوه الجامع بتاعك اللي أنت بتخطف فيه تعمل لي فيديو تقول كده أنا بتكلم بسبب إن الله أرسل البروفيسور في حياتي خلينا أتكلم بالشكل ده. ده اللي هيحصل لك. إمتى يا شيخ بقى؟ إمتى ده؟ لما تعمل اللي أنا عايزه، تتبع التعليمات بتاعتي هتبقى زي الفل. انا معايا، انت معايا قضاء في مصر، معايا وكلاء نيابه، معايا الشرطه والجيش في مصر، معايا ناس حلوه، اساتذه الجامعات كليات حقوق معايا، اساتذه الجامعات في دول مختلفه معايا، فانت اكون واحد منهم. لما تعمل اللي هقول لك عليه وتتبع التعليمات واعلمك تذاكر ازاي، هقول لك كده لما اشوف مستواك وتابعك، لان بنعمل حاجه اسمها فولو اب، هقول لك كده اعمل لي فيديو من الجامع اللي انت بتخطف فيه خلف مراكز القوه اللي انت بتقول عليهم، تعمل لي فيديو تقول انا بتكلم انجليزي بسببك انت، لان الله وضعني انا كرم انيس في حياتك انت عشان اكلمك صح بطريقتي، وتكون احد الطلبه اللي انا مطلعهم على مستوى العالم يتكلموا بطلاقه ويبهروا الاخرين. اشكرك يا امام، اشكرك يا شيخ، بالتوفيق، اهلا بيك. معاك البروفيسور دكتور كرم انيس، استاذ اللغه الانجليزيه في الولايات المتحده الامريكيه. ثانك يو، باي باي.